أهلا بكم مشاهدينا وكلام معقول. زيارة بلينكين إلى العراق مو عادية هذه المرة، لأنها بحسب القراءات والتسريبات تحمل رسائل عديدة، عناوينها التحذير والوعيد والقصف والإجراءات إذا ما استمر الحال على ما هو عليه من خلال الفصائل. وطبعا على الطرف المقابل هذه الزيارة دفعت فصيل معلوم إلى إطلاق مجموعة تهديدات ستصعب الأمر على حكومة الإطار التي أعلنت موقفها بكل وضوح في قمة القاهرة، وأيضا عادت توضيحها أثناء مؤتمر سفراء العراق ببغداد. فالسوداني وبكل صراحة شدد على أن الدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة انطلاقا من مصلحة أبناء الشعب، في تلميح على ما يبدو إلى المواقف وردود الأفعال غير الرسمية الداخلية التي تصدر إزاء الحرب القائمة حاليا في منطقتنا العربية. لكن العسكري وبتدوينة جديدة هدد بغلق السفارة الأمريكية بطريقة غير سلمية واستمرار استهداف القواعد والرد على وزير الخارجية الأمريكي، اللي نقدر نقول تقريبا شارف على الوصول أو بعد شوية يوصل ساعة أقل ما إلى ذلك ويدخل الأراضي العراقية. وبعض التسريبات من جهات مسؤولة كشفت بأن ما يجري اليوم ومن تصعيد فصائلي هو بدافع خارجي صار معلوم من الجمعة وبشكل قوي يزج العراق وأيضا دول أخرى مثل الأردن ومصر والسعودية نحو صراع داخلي جديد أو نحو استهدافات جديدة تبتعد عن القضية الأساسية الفلسطينية عبر محور الممانعة. الغريب هنا حدود وهنا حدود بعيدة عن الثانية. طيب، وبعد ما كان طبعا احنا نتحدث نرجع نقول بعد ما كان الإطار التنسيقي في فترات سابقة شريك مهم للولايات المتحدة الأمريكية أساسية للجانب الأمريكي، اليوم صحيفة الشرق الأوسط كشفت أن الجيش الأمريكي قطع عملية تبادل المعلومات مع العراق لأنه صار يشعر بتسريبها لصالح الفصائل. بمعنى هناك أمر غير طبيعي وهناك موضوع قد يدخل بقضية الخيانة وعدم الثقة وما إلى ذلك بين الطرفين، والأمور صارت تتجه لمثل ما قلنا لعدم الثقة، وأن العراق لم يعد شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط مثل ما كنا نسمع قبل أيام. فبعض المراقبين يؤكدون أن وضع البلد صار ما يقبل القسمة على اثنين أو أمرين، فأما شعار المقاومة أو السلطة والمكاسب والجمع بين الاثنين ما ترهم بعد، بمعنى الأمور لازم أن تتوضح، ومن تمسك بالسلطة فعليه أن ينزع جلباب المحاور والارتباط بأوامر الخارج. خلي يستشن هذا اللي يقولوا. لكن السؤال الأهم بالنسبة للحكومة وموقفها الواضح والصريح واللي أعادته أكثر من مرة، كيف ستتعامل مع الفصائل ذات العناوين المعروفة هذه المرة واللي صارت تصعد بشكل علني خلافا لرغبتها ورأيها؟ فالبعض ينصح ويقول بأن من يريد الذهاب إلى المقاومة فالطريق واضح جدا ولا يحتاج إلى خرائط، خاصة وأن اشتراط تدخل الأول للثاني انتهى من زمان، يعني بين أمريكا وبين الفصائل، بين الدعم الأمريكي لما جرى بعد 7 أكتوبر واضح جدا للعيان، وأصاب إيران والجنوب اللبناني بعد أوضح لدى المحور. القضية بالمختصر سنعود إلى أيام محيط السفارة تذكروها بعد قضية استهداف القواعد والصواريخ والدرونات وما إلى ذلك، رقعة جديدة للحرب بعيدة عن الرقعة اللي تدور هسه اليوم في أطراف الشام.